لوبيا من احسن الاطباق الشعبيه عندي انا. بعدا بسم الله، يلا هنشوفوا كيفاش نوجدوها. بصله صغيره ومطيشه تكون طاي مويان. هاد اللوبيا غنوجدوها باللحم ديال الراس، وبزاف الناس ما كيزعموش على لحم الراس، ولكن حتى يكوني تجيبي زوينه ممكن تعوضوه باللحم العادي. غنديروا لا بريباراسيون ديال الحينات ديالنا. اللحم الراس معروف ان فيه الشوائب بزاف، داكشي علاش غنسلقوه نص ساعه باش كيسهل علينا نحيدو منه داك الزغب وداكشي اللي فيه، وامان طون تيطيب في اقل مده لانه من الحوايج اللي كطيب مع الطلاق. نحتاجو لربعه المعالق كبار ديال الربيع مقطع، جوج طروس ديال الثومه يكونوا كبار، وهذه الكميه غتصلح لينا نص كيلو ديال اللوبيا. وبالنسبه للحم ديال الراس رابع، ضروري تقطعوا صغير للشكل النهائي ديال الطبق، للمساله انه كيطيب بطريقه اسرع لانه فعلا تيشد طياب. هنا غنحتاجوا لربع ديال ورقه سيدنا موسى، كاس لاروب ديال الزيت، واللي ما عندوش مع الزيت يدير غير نص كاس، يعني هي كاس لاروب هو القياس ديالها. معلقه كبيره ديال الملحه، معلقه صغيره بزار، كنزيدو الثومه ديالنا، ضروري كتحركوه مزيان لانه كيلصق في الكوكوط باش كتاكدوا بانه ما غاديش يتحرق من بعد. وكنزيدو خمسه الكيسان اولا زيدوا الماء حتى كتغطى اللوبيا باش كطيب مزيان. نزيدو النص ديال الكميه ديال الربيع، معلقه كبيره سكينجبير، معلقه كبيره خرقوم بلدي، ومعلقه صغيره ديال السودانيه. خليوها كطيب مده نص ساعه عاد كنقلبوها باش كنشوفوا فين وصلت، وكنضيفوا باقي العناصر. كنزيدو معلقه كبيره ديال التحميره، راس المعلقه ديال الكمون، فريمون اقل حاجه في الكمون، وكنزيدو الباقي ديال الربيع اللي خلينا. انا هنا زدت الكاس السادس باش طيب على خطره ونتاكد انها ما تحرقش، وكنقص العافيه تماما. هنا كتبقى كل واحد وكيفاش كيبغي ياكلها، لا كتبغيوها تكون معلكه كتبقاو كتنقصوا منها الماء حتى كتولي بالشكل اللي بغيتو. بالنسبه لينا حنا عزيز علينا ما يكونش فيها البلول بزاف، انا غنوريكم القوام ديالها دابا. وصراحه راه من الاكلات اللي ضروري خصهم يكونوا في السيمانه، هانتوما كيفاش دايره، كتكون ثقيله ولكن عندكم فين تغمسوا كوميم. المهم اللي داز من هنا بصحه والراحه، حاولوا تجربوها وما تنساوش تابوناو وخليوا واحد القليب لتحت، وتسلام عليكم.